أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن إخوانكم في فلسطين وفي مسجد أندونيسيا استقلال أندونيسيا الكبير، إذ تلقينا هذا الخبر المؤسف عن زلزال جاوة الغربية الذي كان نتيجته مقتل 44 وإصابة الكثير وهدم المباني. فهذا الخبر المحزن الذي تلقيناه ونحن كلنا أسف وحزن على هذا الخبر الفاجع، إذ نذكركم بقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحتسب إن عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشهداء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرتقوا في عليين عند ربهم سبحانه وتعالى، وأن نلتقي بهم يوم القيامة في جنات عند ربنا سبحانه وتعالى. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبركم وأن يلهمكم الصبر والسلوان، إخوانكم في فلسطين وفي مسجد استقلال أندونيسيا الكبير.